مضى عليها 10 أيام وما زالت التظاهرات والاعتصامات مستمرة في كربلاء، وأنت تتجول بين المشاركين فيها تجد الفقراء والأغنياء والطبقة المتوسطة، فمنهم من يطالب بوطن ومنهم بفرصة عمل لسد رمق أطفاله. 90% عندنا نفط ونفطنا، يعني الشاب العراقي يشتغل عماله يطلع يروح يجيب لي البنجلاديش يشغله بالمطاعم، شغل على الشاب شغله، ليش شغل على الشاب؟ أما آخرون فمطالبهم تركزت حول المنظومة السياسية، محملينها مسؤولية ما جرى ويجري في العراق على مدار 16 عاماً. إلغاء البرلمان وعدم مشاركة الأحزاب السياسية في العملية السياسية وتعديل الدستور. نعم، وإلغاء مجالس المحافظات. إحنا نريد عراق واحد، نعم، تحت الحكومة التقنقراط، حكومة تحت العلم العراقي فقط. نعم، ورجاع السلاح للجيش العراقي، لأن الجيش العراقي ما دام طبق ويا الشعب فالدولة عدا غير أساليب. زين، إحنا ما نفرق لا بين سني ولا شيعي ولا تركماني ولا كردي ولا أي شخص. فبعد هذه الاحتجاجات يقول المراقبون ما الحل وما هي النتيجة في ظل تجاهل مطالب الشعب القاضية برحيل الطبقة السياسية التي تتحكم بمصير البلاد والعباد. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.